الوزير احنا فين بقى وايه الكهف؟ احنا نزلنا طبعا بالسلالم لمنطقه كلها سودة وكاننا في كهف كده. احنا فين؟ احنا في العالم الاخر دلوقتي. كان المصري القديم بيعتقد في الحياه بعد الموت، فدلوقتي حاسين العالم. ادي اول حاجه. تاني حاجه هو عالم ضلمه، فلازم يكون كل حاجه سودة. وبعد كده احنا نازلين في طريقتين للنزول، في سلم على اليمين وفي رامب منحدر. اللي ما يقدروش ينزلوا على السلم يقدروا يستخدموا الرامب. هننزل العالم الاخر. فكره العالم السفلي كان حاجه داخله مقبره في وادي الملوك. طب ليه مقبره في وادي الملوك؟ لان حضرتك نازلين نزور المومياوات الملكيه. المومياوات الملكيه دي كانوا ملوك الدوله الحديثه وكانوا بيدفنوا في وادي الملوك في غرب الاقصر. هتنزلي دلوقتي لاول مره السائح والزائر المصري هيقدر يتعرف على الملوك المصريين من خلال المومياء بتاعتهم ومن خلال التابوت الخاص بيهم، وده الموكب الضخم اللي احنا هنعمله. حضرتك شايفه كل حاجه هاديه، الاضاءه هاديه. بنبدا ننزل هنا، بتلاقيه طبعا لسه قافلين كل حاجه، لسه بنشطب. هنبدا نلاقي التابوت، هنلاقي بطاقه بتحكي لنا حكايه صاحب التابوت ده. ثم بعد كده بنروح جايين هنلاقي مثلا اول قاعه هنشوفها هتكون هنا في مومياء. المومياء دي بتاعت الملك سقنن رع، وده الملك اللي بدا الحرب ضد الهكسوس واللي قدر ان هو يحاول طرد الهكسوس لغايه لما جه احمس وطرد الهكسوس تماما واسس الدوله الحديثه. هنا هتكون المومياء بتاعت الملك سقنن رع، وهنا هيكون التابوت بتاعه محطوط، وهكذا. هنفضل بقى ماشيين كل شويه نلاقي موميا والتابوت بتاعها، وكل موميا مكتوب قصه هذا الملك يعني. لا، وهنا في شاشات بتعرض الوفاه تمت ازاي، لو كان عنده امراض، اللي اتعمل اكس راي وسي تي للجسد بتاعه. هنا كل قاعه من دي كل واحده فيها مومياء بتاعتها وكله اسود، وهتلاقي وراها التابوت الخاص بها. ده مثلا احد التوابيت. احنا مش هيعرف نخليكم تصوروا كتير، ولكن يعني مجرد تعرفوا الفكره. ليه اخترت انك تنقل المومياوات في هذا المتحف وليس في المتحف الكبير؟ والله طبعا مش انا اللي قررت، ده كان قرار قديم لما جم يفكروا قالوا ان متحف التحرير اصبح صغير ولا يستوعب الاثار المصريه كلها. ليه؟ بمنتهى البساطه، المتحف المصري بالتحرير لما انشئ وافتتح 1902 كان عشان عدد معين من الاثار. كان قبل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، كان قبل اكتشاف يويا وتويا، كان قبل اكتشافات الكبيرة دي كلها. طب المتحف النهاردة أصبح مكدس بالآثار، أصبح المخازن فيها آثار أكتر من اللي معروضة. فالدولة المصرية قررت تنشئ متحفين كبيرين، واحد المتحف المصري الكبير ومتحف القومي للحضارة المصرية، أو بالترتيب المتحف القومي للحضارة المصرية ثم المتحف المصري الكبير. فقالوا توت عنخ آمون هيروح المتحف المصري الكبير. طب هنا لازم يبقى في اتراكشن تاني، لازم اتراكشن. فقالوا هنا هنجيب المومياوات، واصبح هنا المومياوات هي نقطه الجذب، والمتحف المصري الكبير توت عنخ امون، والمتحف التحرير لن يموت لان هو فيه يويا وتويا، في لوحه نرمر، في زوسر، في خفرع، في حتشبسوت، في اخناتون، في كل ثواليخ من كورع. الاثار الشهيره كلها موجوده وهتفضل فيه. هدفنا ايه؟ ان السائح يضطر يروح التحرير والكبير والحضاره والاسلامي والقبطي والقلعه والهرم وسقاره وما ايه ده؟ فبالتالي مش هينفع يقعد يومين، فيقعد اكتر. هيقعد اكتر، ولما يقعد اكتر هنزود الليالي السياحيه، هنزود الليالي السياحيه، هنزود الدخل، فرص العمل، هنزود الدخل.